لأن الجسد واحد. فبمناسبة انطلاق الأفراح القطرية باليوم الوطني، أبراج الكويت اليوم تزينت وأسواق المباركية العريقة بالألوان والإعلام البارح بالليل بالأعلام القطرية في مشاهد تجسد روح الأخوة التي تجمع ما بين الشعبين الشقيقين، وتعكس أيضا المبادرة التي يتطلع إليها الكويتيون والقطريون إلى أفاق واعدة بالتفاؤل بالمستقبل الزاهر في كنف مجلس التعاون لدول الخليج العربية.